نبدي المختبر إذا الله راد. تمام دكتور أبدي. إن شاء الله. اليوم حنحكي نكمل مختبرنا عن النيماتود اللي حكينا ذاك المختبر. نعم. بس ممكن نسجل إذا مو زحمة؟ التسجيل ما حسجل، يعني أنا أنطي المحاضرة، يعني دا أعطيكم إياها كاملة بكل التفاصيل تحضروها وياها السلايدات موجودة، فأتمنى يعني تبليغ إنه أنا ما حسجل، ما حلتزم بالتسجيل. لأن هو واضحة وأنا دا أشرح كل التفاصيل. تمام براحتك. أوكي عيني. زين اليوم نكمل المختبر مالتنا اللي بدينا ذاك الأسبوع. ذاك الأسبوع حكينا على الانتروبيس فيرميكولاريس والإسكارز، وحكينا أيضا على اليوم نكمل الهوك وورم اللي هي أيضا من جماعة النيماتود. اليوم مختبرنا ثلاثة حنحكي على النيكتر أمريكانا والأنستوستوما ديودنالين اللي هي شو اسميها الهوك وورم، من اسمها هوك وورم، إذن هي highly associated with anemia. ليش هوك وورم؟ يعني الديدان اللي تحتوي على الهوك، الهوك اللي هو تركيب بالماوث بارت اللي هي سنحكي تفاصيله، يساعدها بي انه تجلب بي الميكوسا اوف انتستين، فلهذا حتسبب لي loss of blood، فهي highly associated with anemia. هاي نقاط مهمة نركز على كل واحدة من الورم على الصفة المميزة بيها. أزين عندنا هنا الانستيرستوما ديودنالي. اوكي الأستريستوما ديودنالي أو الاسم الكمان نيم، طلاب همين الكمان نيم مهم، The Old World Hookworm. النكتر الأمريكانة اسمها The New World Hookworm. هاي الأسماء الكمان نيم اللي يستخدموها. إذا الأستريستوما ديودنالي The Old World Hookworm، والنكتر لا اسمها The New World Hookworm. إذا هاي الأسماء اللي نسميها الكمان نيم مالتها. زين life cycle both of them the same life cycle. life cycle مالتهم سهلة بسيطة ما بيها شيء. life cycle final host طبعا دائما المان infective stage larva 3 او هنا نسميها الفيلاري فورم لارفا. فيلاري فورم لارفا هنا عندي 2 لارفا، فيلاري فورم والرابداتي فورم لارفا. infective route by skin penetration عن طريق الفود البلاد والتشو فلويد. السايت اوف انهيبيشن موجوده وين؟ بالسمول انتستين. لايف سبين للانستريستوما ديودنالي 15 سنه والنكتر 3 تو 7 ييرز. وين موجوده؟ طبعا عندها صفه مميزه مثل الاسكارس البلاد لانج ماجريشن، وايضا موجوده بالسكين كافيام رايت هارت واللانج. هاي الصفات المهمه اللايف سايكل مالتها وهسه نحكي عليها. ترى انا اللايف سبان مو اعتقد بالعكس، لان شنو بالعكس؟ بالنظر احنا اخذنا النيكاتور انه تطول ال 20 سنه لان تاخذ كميه مالها دخل. صحيح يجوز المصدر مختلف بس بالنهايه هي اثنيناتهم يبقون فتره يعني طويله بالجسم. تمام دكتور. اي زين هسه عندي اللايف سايكل مالتهم، قلنا بوث اوف ذم ذا سيم لايف سايكل. طبعا الايج ايضا اثنيناتهم متشابهه ما تميز، يعني من تجي الايج هاي اثنيناتهم للانستريستوما والنكتر امريكانا. الايج شيد ان ذا سويل، اول شيء الايج تطلع بي ويا السويل بالفيسز، تحتاج 48 ساعه بيكامينج رابتي فورم لارفا. اول شيء الرابتي فورم لارفا زين فيرست ستيج اند سكند ستيج، تحتاج 7 ايام على مود يصير بيها تنمو، بعدين ستوب فيتينج. هاي المرحله يصير بيها طبعا شنو مولتينج اللي هو انسلاخات متعدده على مود تتحول من الرابتي فورم لارفا الى الفيلاري فورم لارفا. اذا هو الافكتيف ستيج فيلاري فورم لارفا. Infection are acquired when filariform larva penetrate the skin of the human. هنا الاختلاف عن الحكينا عليها الانتروبياس والإسكارس إذا تتذكرون، حكينا ذيك كنا عن طريق ال contaminated water, الفود, الهانز. هنا لا، هنا عن طريق penetration the skin. فإذا هذا اختلاف بيناتهم. إذا هي الإيك حتطلع ويا الستول، تحتاج إلى أيام على مود تتحول إلى الرابدتي فورم لارفا، تمر بعدة انسلاخات وتتحول إلى فيلاري فورم لارفا. فيلاري فورم لارفا شو تسوي؟ تصير penetration of the skin. السكن the skin مال الهيومن، طبعا اكثر شيء المزارعين اللي يشتغلون بالتربه اللي يلعبون الاطفال، خصوصا اذا اكو جرح او سكار بال يعني بالسكن، يساعد على دخول الفيلاري فورم لارفا. اذا الايكس رابداتي فورم والفيلاري فورم هي الافكتيف فورم. زين
احنا بعدين اللارفا انتر ذا لمفاتيك سيستم اور بلاد ستريم، طبعا من تفوت عن طريق السكيل، وبعدين ترافل تو ذا لانج، حتروح لللانج مثل سكارز، هاي صفه مميزه بيها. افتر ماتوريشن ان ذا لانج ذي ماجريت اب تو ذا تريكيا اند تو بي سولو اند ريش تو سمول انتستين وير ذي ماتشور تو ادلت. وين حتروح اذا هنا السمول انتستين؟ هناك كنا نحكي عليها ترايكورا وهذول كلهم وين؟ باللارج انتستين. هنا وين؟ بالسمول انتستين. A mature adult attached to intestinal mucosa by means of their mouth part and suck blood and tissue juice of the host. طبعاً هاي أيضاً هنا تعتمد على البلاد اللي هاي كنا الأنيميا. About 5 weeks after infection, the worm have undergo final molt to become sexually mature adult. Fertilization occur and the female begin to release egg. أعيد لكم اللايف سايكل مالتها اللي هي بسيطة. أول شيء عندنا الإيك حتطلع ويا الفيزز، بعدين تحتاج إلى هاتش، إيش حتنطيني؟ الرابدة يفورم لارفا، تحتاج إلى فيدينج، بعدين تتوقف الفيدينج ثم يصير بها مولتينج، حتتحول إلى الفلاري فورم لارفا. اللي هو شنو هو الفلاري فورم؟ اللي هو الإفكتيف فورم. بنتريشن ذا سكين، من يصير بنتريشن ذا سكين، لارفا انتر الليمفاتيك سيستم، بعدين تروح للبلاد ستريم وترافل تو ذا لانج، وحتفوت بيه الجسم عن طريق البلاد سيركوليشن. وافتر ماتوريشن ان ذا لانج حيصير بيها وين؟ تروح للسمول انتستين اللي هي وير ذي ماتشور تو ادلت. هاي ماتشور يعني بداية الماتوريشن مالتها، لكن الماتور أدلت هنا حتشلب بي الانتستين بالميكوسا وحتتغذى على البلاد، لهذا قلنا هي طبعاً بيش حتشلب بي الماوث بارت مالتها اللي هسه هم حنعطيكم صورة عليه اللي هي cutting plate with teeth. وبعدين هناك ورا ما تكمل التغذية مالتها تتحول إلى الماتور الميل والفيميل، وأيضاً ترجع تنطيني الإيك. إذا هاي اللايف سايكل مالتها، رابداتي فورم لارفا، أول شيء إيك، رابداتي فورم، فيلاري فورم، تدخل للسكين، تروح عن طريق الليمفاتيك سيستم وعن طريق البلاد ستريم إلى اللانج، والماتوريشن مالتها they migrate up to the trachea to be swallowed and reach the small intestine. تشلب بالموث بارت بالميكوسا of intestine. هاي اللايف سايكل مالتها تتحول إلى الأدلت الميل والفيميل. هاي هنا أنا عندي صورة تبين لنا اللايف سايكل مالتها. الانفكتيف فورم قلنا شنو هو؟ الفيلاري فورم لارفا، وأيضا الدياجنوستيك الايج ان ذا فيسز، الايج ان ذا فيسز. إذا الايج اللي هو دياجنوستيك، الايج بتوين بوث اوف ذيم الانسل ستوما وين كتر ما نقدر نميز بيناتهم لأن هما متشابهين. عندي الرابدتي فورم والفيلاري فورم أيضا متشابهين، ما نميز بيناتهم، لكن عندي هنا الفيلاري فورم لارفا اللي هو الانفكتيف ستيج والرابدتي فورم لارفا. هنا نشوف الادلت الميل والفيميل. هاي هنا ايضا شلون ملخص لللايف سايكل مالتها طلاب. نشوف هنا من طبعا كل مكان حتفوت بيه كحالها حال اي بكتيريا او اي مايكرو اورجانيزم اكيد حتسبب لي فد رابتشر، حتسبب لي فد انفلاميشن بالمكان اللي تفوت بيه. فهنا عندنا الخطوات مالتها، وهاي ايضا هنا الانستريستوما جودينالي والنيكتر امريكانا. نشوف الانستريستوما الاولد وورد الاسم الكومن نيم. نشوف هنا الماوث بارت مالتها تحتوي على التيث، two pair of the teeth. هاي صفات مميزة ومهمة، لازم تعرفون الصفات المميزة الكل باراسايت عم تقدرون تميزون بيناتهم. بينما احنا على النيكتر امريكانا نيو وورد اش تتميز؟ البيوكال كافيتي تحتوي على الكاتينج بليت. هاي هنا الكاتينج بليت، اوكي. اذا انسلستوما تيث وهنا الكاتينج بليت، هاي شو تساعدها؟ تشلب بالميكوسا اوف انتستين وتسبب لي بلاد لوز، وتتغذى على البلاد لوز والجوز اوف ذا او النيوترينت الموجوده بالامعاء. زين، ايضا هنا انا عندي الصفه الثانيه اللي نميز بيناتهم هي الكوبيلتري برسا او كيس التزاوج، بالبوث اوف ذا موجود لكن يختلف. هنا انا عندي بان انستوما ديودينالي يكون، شوفوا هنا يكون عريض وأقل طولا، هنا أنا بالعكس هنا أنا يكون بالصفة المقلوبة مالته. وهسه صور بعد أكو أكثر توضح بيناتها. بالنسبة للإيك اثنيناتهم تكون متشابهة مثل ما قلنا، ما نميز بيناتهم. هنا أنا أيضا عندنا نشوف هنا أنا كوبليتاري بيرسا قلنا، وعندي هاي السباكيول، هنا أنا الكوبليتاري سباكيول، أوكي. أيضا هسه حنحكي على الصفة مالتهم. هنا أنا باعوا سباكيول فيوزد أت إنت، هنا لا تكون، هنا تكون not fused at end. فهاي الصفات المميزة مالتهم.
ايضا هنا اللايف سايكل من حد فود نومونايتس حسبب لي بيئه الرئه حسبب لي نومونايتس او فيتس نوع من انواع التهاب او الانفلاميشن تقريبا. ايضا لوفلر سيندروم حسبب لي من تفوت بمنطقه الرئه وهاي المكانات اذا توصل للسمول انتستين 1 2 3. وايضا الاكل تبلاد من الصفات المميزه خصوصا بالمناطق اللي هي تكون بيها اندميك، فمن يجي المريض ويكون بانيميا راسا يشك بوجود من هذه الورم فراسا يسوي فحص للستول او الاكل تبلاد وتكون ايضا موجوده. هنا نشوف الجراوند اتش اللي يكون او بجرح وايضا تفوت في اول ما تفوت حسوي لي حسبب لي الرجي اوكي لان هو كجسم غريب فحسبب لي الرجي اللي هو اخذته بالمناعه. بعدين وراها حتفوت بالبلاد سيركوليشن انتر سيركوليشن اند فيا ذا هارت لانج ريسبيراتوري تري اند اسوفاجس مايجريت تو ذا انتستين ماتوريشن ان ذا هيومن. هاي نشوفها وتروح لللانج وبعدين تروح للانتستين وايضا تخرج ويا الستول. فهنا أنا ملخص المكانات اللي تفوت بيها بجسم الإنسان والأعراض اللي تسببها. عندكم سؤال طلاب؟ واضح دكتورة. أوكي. زين بالنسبة للإكس مثل ما قلنا both of them تكون متشابهة. الإيج هنا أنا السايز مالتها. يعني مهم بس مجرد كتبناه بس مو مطالبين به. The egg are thin, shell, transparent, symmetrical, which means symmetrical. من نقسمها بالنص تكون الأيمن يشبه الأيسر and broadly ovoid تكون شكلها دائري. هاي الصفات المميزة مالتها. Oval and empty space. هاي هنا عندي empty space between the shell and the content. شوفوا هاي تكون كلش واضحة. Immature egg bus in the feces. تقريبا 20,000 eggs in the by day. اوكي فاذا السايز مالتها تكون متشابهه سايمتريكال وايضا عندي اوفل تكون اوفويد شكلها يعني يكون شكلها دائري. طلاب اذا الله راد ان شاء الله الاسبوع الجاي امتحان حيصير عندكم كويز بهذا المختبر والمختبر اللي قبله. اتمنى تبلغ اني حبلغكم حنزل اعلان على جوجل ميت بس ابلغ الطلاب اذا الله راد الاسبوع الاخر كويز عندكم هذا المختبر والمختبر اللي قبله. تمام دكتور ان شاء الله. ان شاء الله. زين عندنا هنا اثنين ربدتي فورم لارفا والفلاري فورم لارفا. الربدتي فورم لارفا مثل ما حكينا اللي هي ورا ما تطلع الفيسس تتحول الى ربدتي فورم لارفا تكون شكلها صغير. زين هذه هنا يكون شكلها الصفه المميزه بها تحتوي على لونج بيوكال كافيتي والربدتي فورم تايب اوسوفاجس بالب. شنو اوسوفاجس بالب؟ يشبه شكل البصله اوسوفاجس بالب. اوكي يعني يكون هنا عندي هاي هنا الانتيريور وهنا ايضا عندي البوستيريور. الانتيريور تحتوي على الاسوفاجس ويكون شكله مثل البالب بس اكو صوره اوضح والنهايه مالتها تكون بوينتد تيل اند بوينتد تيل اند. هاي هنا عندي الفيلاري فورم لارفا او ثيرد ستيج او نسميه الانفكتيف ستيج يكون ما بيه صفه مميزه. The posterior end is sharp pointed tail without being forked. هنا تكون نهايات مدببه نشوف نهاياتها مدببه وايضا تكون غير مقسومه نهاياتها مدببه وغير مقسومه. زين طبعا هنا ما تحتوي على الاسوفاجس بالب. اذا حكينا على الربدتي فورم لارفا وعلى الفيلاري فورم لارفا. الربدتي فورم تحتوي على الاسوفاجس اللي هي بالب. بالب يعني تشبه البصلايه بالربدتي فورم لارفا تكون تحتوي عليها بينما عندي النوع الثاني اللي هي الفيلاري فورم تكون لا ما تحتوي على هذا التركيب والنهايه مالتها تكون مدببه وغير مقسومه. بالنسبه للادلت احنا هسه احنا الاشياء المهمه التمييز بين الادلت الميل والفيميل. They are هنا عندي الادلت بالنسبه للانسترسوما ديودينالي they are white or light pinkish when living is slightly larger. عندنا الفيميل دائما نحاول نتذكر انه الفيميل larger than the male. الميل هاي قياساته والفيميل هسه اركز لكم على الرسومات المهمه. زين انسترسوما ديودينالي طلاب نحاول نحفظ الانسترسوما تحتوي على شنو؟ على ال teeth. هاي هنا الأسنان شوفوها شلون واضحة التيث. أوكي فمن نقول ليش تسوي أنيميا تعرفون ليش تسوي أنيميا. هاي التيث تراكيب تساعدها تشلب بالميكوسا أوف انتستين وتسبب لي bleeding inflammation فدائما البيشن حيكون الهيموغلوبين مالته أقل. أوكي إذا هاي عندي هنا التيث هاي نشوفها شلون تركيب واضح. الأنسترستوما ديودينالي شنو تحتوي؟ تحتوي على التيث. زين
هنا أنا أيضا استولستوما دودينالي نكمل الصفات المميزة مالتها الكوبريتا ريبرسا أو نسميه كيس التزاوج بالعربي. هنا أنا هذا نشوفه شلون يكون، يكون بوردر ذان لونجر، يكون عريض مو طويل. والنقطة الثانية the cobritary speculum، هاي نشوفها الاسبكيول not diffuse not diffuse. أوكي هاي الصفة الثانية الواضحة not diffuse at their free end. إذا صفتين هسه الانستلستوما تحتوي على الكاتينج التيث أوكي، والصفة الثانية الكوبليتاري برسا تكون بوردر ذان لونجر وتحتوي على تحتوي أيضا على الكوبليتاري اسبيكيول اللي هي تكون نوت تفيوز at the end. هاي الصفات المميزة يعني أول ما يجي هذا السلايد المفروض أنتوا تعرفوه اللي هو انستلستوما دودينالي. شون عرفت أقول لك identify تقول لي هاي انستلستوما دودينالي شون يعني what the most important criteria حتيجي تقول لي الكوبليتاري برسا ما تكون border than longer والكوبليتاري اسبيكيول أيضا حتكون not تفيوز. أوكي هنا أنا أيضا عندي الفيميل posterior المؤخرة للend in female of astrosoma etudinali تحتوي على الكودل سباين. هاي الكودل سباين تركيب يساعدها على التكاثر والديفلوبمنت. هذا هنا الكودل سباين. إذن هنا الاسترسوما etudinali صفاتها المميزة ثلاثة. أول شيء الميل يحتوي على الكوبيتاري برسا والكوبيتاري سباكيول اللي هي تكون نوتيفيوز والكوبيتاري برسا أيضا شنو صفتها المميزة؟ تكون border than longer than wider. وأيضا عندي الميل هاي بالنسبة للميل. بالنسبة للفيميل تحتوي على الكودل سباين الكودل سباين. الكاتينج تحتوي أيضا على التيث تساعدها على نتشلب بالميكوسا of intestine. هسه هنا نحكي على النيكتر أمريكانا. خلصنا الاستلستوما وحكينا على الصفات المميزة اللي أتمنى تكون فهمتوها ووصلتكم الفكرة مالتها. هسه عندي نيكتر أمريكانا they are أيضا white or light pinkish when living. أيضا الميل الأصغر تكون الفيميل larger وهاي قياسات الميل والفيميل. زين النيكتر أمريكانا هنا شوفوا الماوث بارت. الماوث بارت تختلف. شوفوا هنا الماوث بارت تحتوي على الكاتينج بليد كاب شيبد سمول بيوكال كابسول. وأيضا هنا الكاتينج بليد بروفايدز وذ تو فنترال سيمي لاينر كاتينج بليد بس يعني هنا بولي ديفلوبت لهذا ما تحولت إلى التيث. هنا بقت الكاتينج بليد. أوكي هاي الصفة المميزة مالتها تحتوي على الكاتينج بليت. هناك شنو قلنا التيث. هنا شنو الكاتينج بليت. الصفة الثانية المهمة إذا أول شيء عندي الماوث بارت. طبعا الماوث بارت بالنسبة للميل والفيميل نفس الشيء. هنا الصفة الثانية اللي بالنسبة للميل بالنسبة للميل the male posterior end is هنا نشوفه يكون longer than border longer باعو طويل أكثر مما يكون عريض. هناك كنا border than longer. الصفة الثانية الspecule مالتها تكون شنو هنا نشوفها fused specule شو تكون fused specule اللي هو إذن الكوبتري برسا اللي هو كيس التزاوج يكون بالposterior end زين يكون هنا longer than wider. والصفة الثانية الspecule تكون fused زين. The cobritary speculum are long, thread-like filamentous fused at their free end forming hook. Okay, إذن هاي هنا النكتر الأمريكانة. Cobritary برسا والcobritary speculum وأيضا عندي الماوث بارت هاي بالنسبة للميل والفيميل. إذن هنا حنميز بيناتهم. هنا عندي بالنسبة للفيميل ما تحتوي على الكودل سباين. الفيميل ما تحتوي طلاب على posterior end. In the female of Nicator Americana there is no caudal spine. Posterior end مالتها ما تحتوي على الكودل سباين. زين. Pathogenesis and clinical manifestation. طبعا عندنا هاي الأشياء المهمة أيضا لكن أنا كمختبر تركزوا لي على الميل والفيميل الماوث بارت. هاي الأشياء المهمة كمختبر والدياجنوسيس اللي هسه أيضا حنحكي عليه. هاي Pathogenesis أكيد أخذتوها بالتفاصيل أكثر بالمحاضرة النظري.
بس لازم هنا تعرفون في شيء يعني بسيط عنها، اللارفا ميجريشن، او قد يجيكم مثلا هسه اكثر الامتحانات كلها ام سي كيو، فعلى الاقل تعرفون انه صفات مهمه بيها. درميتايتس ايضا نون از جراوند ايتش، اللي هي ليش يصير درميتايتس؟ لان هو جسم غريب فات بالسكن، فطبعا كرياكشن حيصير له، فحيصير درميتايتس، حيصير عندنا تخم بالجلد، فهاي هنا مكان ذا لارفا بنتريشن ذا سكن كوز الرجيك رياكشن، الرجيك اللي هو اللي يعني immediate hyper reaction أو hypersensitivity اللي تصير ورا 48 ساعة نتيجة دخول جسم غريب بجسمنا، فهنا أنا حصير الالرجي. allergic reaction حيتمثل بي البيتاكيا or papule حصير عندي صغيرة، itching, burning sensation و scratching عندي خدش lead to secondary infection. ثاني شيء pneumonitis رياكشن من حتفوت بمنطقة الرئة مثل ما حكينا على اللايف سايكل مالتها طلاب، حسبب لي أيضا نيومينايتس قحة الارجيك رياكشن. اللوفلر سيندروم اللي هو شنو ميزاته؟ منو أيضا الثاني يسوي اللوفلر سيندروم؟ اللي هي الاسكارس السبب لي اللوفلر سيندروم. من نقول منو تسوي اللوفلر سيندروم؟ الاسكارس و both of them الانسلستوما والنيكتر أمريكانا. الصفات مالتها الكب اسما لو فيفر بلاد تانكت سبيوتوم اور هيموبتسيس جست بين انفلاميشن شادو اند لانج اندر اكس راي ذيس مانيفيستيشن جو وذ اباوت 2 ويكس. اذا الصفات مالتها اللارفا هنا طبعا الباثوجينيسيس عندي نوعين، اما الادلت دائما قلت لكم الادلت بشكل عام تاثيره يكون اقل لان يعني هو استقر بالمعده وسبب، لكن عندي لارفا دائما تروح بالسيركوليشن فتفوت مناطق مختلفه من الجسم فتسبب لي اعراض مختلفه حسب المكان اللي فاتت بيه. فهنا لارفا ماجريشن طلاب انتبهوا لي، الباثوجينيسيس ان كلينيكال مانيفيستيشن لللارفا مو للادلت. اللارفا نرجع نقول سوت لي درميتايتس او الرجيك رياكشن بالمختصر مكان اللي فاتت بيه بالسكن سببت لي allergic reaction. شنو صفاته؟ بيتاكيا، بابيول، itching, burning sensation, scratching. أوكي وبعدين يتطور مرات إلى secondary infection. الجزء الثاني pneumonitis أو allergic reaction Loeffler syndrome كاف أسمى لو فيفر بلاد تانك سبيوتم أو إذا هيموبتسيس أيضا chest pain inflammation shadow and lung under x-ray. فهاي هنا الصفات المميزة مالتها. هاي هنا نشوف cutaneous larva migration. cutaneous شنو ال CLM سئلون عليه؟ هو cutaneous larva migration بداية دخولها. هنا أنا أول ما دخلت شوف شلون سببت لي فد allergic reaction و بابيول وأيضا فد سبب لنا scratching, itching, burning sensation فد إحساس بالحرقة. فهاي هنا أنا larva curance أو نسميه cutaneous larva migration. ايضا هاي هنا خصوصا مناطق الانديميك اول ما يشوفوها يعرفون هاي مكان دخول اللارفا، مكان دخول شنو اللارفا، فسبب لي هاي الاعراض. نحكي على الادلت بالسمول انتستين، اهم شيء حيسبب لي هنا ابي جاستريك بين as that of duodenal ulcer, large worm burden. تسبب لي الصفة المهمة حسبب لي الأنيميا. شنو هي الأنيميا؟ الباقي أوكي كلها مهمة تقروها، بس المهم infantile hookworm disease. شنو معنى infantile؟ اللي دائما تأثر على الأطفال، يكون يتأخرون بالدراسة مثل ما قلنا، لأنه هاي الديدان تتغذى على البلاد، تتغذى على المواد الموجودة بالميكوسا، تسبب لي دائما discomfort. فهاي طبعا شو تأثر؟ تأثر على التركيز مات الأطفال، الفوكسينج مالتهم بالدراسة، لهذا شوفهم متأخرين، خصوصاً أرجع أقول بهاي المناطق اللي تكون موجودة بها هواية. فهنا أنا عندي الأنيميا من الصفات المهمة والمميزة إلها مايكروسيتيك هايبوكروماتيك أنيميا. The symptoms are fatigue. طبعاً الأنيميا شو سوينا؟ fatigue, edema. دائماً المريض ما مرتاح. Severe cases أيضاً قد تؤدي إلى death. بال severe cases من يكون cardiac failure or physical exhaustion. هاي الصفات المهمة بيهم adult intestinal mucosa. هاي أيضا هنا نشوفهم الأدلت، وهاي cross section بما أنه يتروح بالintestine، فهاي cross section إلها يأخذون من عندها ويشوفون هنا الورم. هاي نشوفها هنا
الورم شلون تكون وتسوي انفلاميشن. طبعا الطبيب الاختصاص الباثولوجيست اللي هو يعرف شكل الميكوس اوف انتستين النورمال ومن يصير بيها ايضا انفكشن. كرايتيريا عندي هنا الدياجنوستس مثل ما قلنا اهم شيء نركز عليه الدياجنوستس اللي هو الهيموغلوبين از لور ذان 120 جرام بير لتر ان ذا مان وان ذا وومن. النقطه الثانيه find hookworm egg by طريقتين، اما عندي saturation flotation technique و direct fecal. direct fecal راسا ناخذه حنشوف الايج. عندي طريقه ثانيه diagnosis اللي هو شنو هو culture of the larva Hardy Mori technique. هي اسمها Hardy Mori technique اعتمادا على العالم اللي اكتشفها، اللي هي هنا عباره عن تيوب تيست تيوب يجيبون بي ووتر يخلون الى هنا ونخلي بي الفيسز على السترب زين paper strip in test tube containing water cover one third of the length of the paper for the purpose of culture. ليش يخلون الووتر على مود يساعد يعطيني يعني رطوبة يساعد على النمو مالت الايج الهاتشينج وتتحول الى فلاري فورم لارفا. ورا 48 ساعة او احنا طبعا كل يوم يجون يفحصون هذه السترب ويشوفون موجودة اللارفا مثل ما قلنا عندنا حنشوف يا لارفا حنشوف الرابدتي فورم لارفا وبعدين عدة ايام يلا الفلاري فورم. اول شيء الفلاري فورم لارفا الرابدتي فورم بعدين الفلاري فورم. شنو الصفة المميزة للرابدتي فورم؟ الاسوفاجس بالب وتكون اصغر. ذيك تكون لا تكون شكلها متطاولة و رفيعة. زين هسه طلاب الى هنا خلصنا النيكتر امريكانا والاستلستوم دودينالي. اوكي اعيد هاللايف سايكل. اكو شيء عندكم باشكال ما افتهمتوا الشيء المهم اللي قلنا عليه؟ عندكم سؤال واضح ان شاء الله؟ انتوا اخذتوها بالنظري فاكيد شويه يعني الصوره توضح اكثر. نعم دكتور اخذناها يعني حتى اللايف سايكل تجي بصوره سريعه يعني. اي اوكي يعني ما فيها ان شاء الله فد اشكال. قلت لكم نركز على الاشياء المهمه اللي هي الميل والفيميل شلون يعني من يجي سلايد تعرفون هذا انستلستوما شلون تعرفون هذا نيكتر. اهم صفه الها البلاد الانيميا اللي تسبب لي الايزوفيليا ايضا الهاردي موري تكنيك اذا نعرف شنو هو وين نستخدمه الهاردي موري تكنيك نستخدمه بجماعه الانستلستوما وبجماعة النيكتار اللي هو عبارة عن سترب ونجيب نخليه بتست تيوب ونخليه بوتر. ليش نخليه؟ على مود الهيوميديتي وتحتاج الى تتحول الرابدتي فورم لارفا في اللاري فورم لارفا. الرابدتي فورم قلنا الاكس مالتهم ما نقدر نميز بيناتهم، ايضا الرابدتي فورم في اللاري فورم ايضا ما نميز بيناتهم. زين هاي الصفات المهمة اللي حكينا عليها. هسه حنحكي على الترايكوستيترونجيركس سبيشيس الميل. هنا ايضا صفاته المميزة الترايكوستيترونجيلويدز ايضا نشوف هنا الميل السايز مالتهم. دكتور هاي يمكن بعد ما اخذناها بالنظر مو ما اخذتوها انا بس احكي لكم يعني انتم لازم تعرفوها بس هي مو يعني مو كلش تركزون عليها. تمام دكتور زين بس مجرد لازم تعرفون يعني الاشياء المهمه وياها قول لنا عليها رقصة. طبعا اكيد اكيد انا الاستلستوما والنكتر قلت لكم مهمه انه كانيميا كماوث بارت كاند بارت هاي مهمه. الهارديو مورتي تكنيك هاي مهمه. اوكي هذه لا اقل اهميه يعني بالنسبه لنا يعني انه مجرد تعرفون الترايكوسنترولكس اللي هي هنا عندي صفات تشابه ويا ذيجي الميل الفيميل they are thread like slender nematode they are lacking buccal capsule اللي حكينا عليه البيوكال كبسوله او البيوكال كافيتي they have large cobulatory bursa cobulatory speculae are short وايضا تشبه السبون وشيبد اند سنجل شارب بوينت. هاي ايضا هنا صفات الفيميل the size 5 الى 8 مليمتر in the length they are thread like slender nematode they are lacking بيوكال كبسول. هاي طلاب مجرد تقروها يعني مو كلش مطلوبه من عندكم بال يعني ذولاك اهم. ايضا هاي هنا الايج وايضا similar to those of hookworm but are longer هنا and narrow. زين هسه عندي هذه مهمه هاي اهم شيء. خلصنا طلاب الانستلستوما والنيكتار اللايف سايكل مالتها سهله. هاو كان ذا هيومن جيت ذا انفكشن تختلف مثل ما قلت لكم عن ديتش نيماتود اللي حكينا عليها اللي قلنا عن طريق كونتامينيتد هاند. هنا أنا لا عن طريق البنتريشن ذا سكين. بنتريشن ذا سكين شنو؟ بالفلاري فورم لارفا. فلاري فورم لارفا. زين
هسه نجي نحكي اخر شيء اليوم سترونجلويد ستيروكوراليس. عفوا، ايضا هي اتس هيوما باثوجينيك باراسيتيك راوند وورم، ايضا هي من جماعه الراوند وورم، وايضا اللي نسميها النيماتود كوزينج ذا ديزيز سترونجلويديسيس. اتس سمولست هيومن نيماتود، اتس سمولست هيومن نيماتود اند اتس كومن نيم ثريد وورم، ثريد وورم او دوده الارض. دودة الأرض اللي هواية حتى مرات موجودة تشوفوها بالحديقة أو شيء. أوكي، إذا هي هاي صفة مهمة إلها طلاب. الكومن نيم مهمة، قلنا ذولاك الأولد وورد وهنا النيو وورد، هنا نحكينا على ذولاك قلنا البن وورم أو سيت بن أو سيت وورم، يعني كل واحدة نطينا الاسم المميز مالتها أو الاسم الكومن نيم اللي يستخدموه. هنا أنا شو نسميها ثريد وورم أو دودة الأرض. It's inhabited in small intestine, أيضاً duodenum and jejunum. It's deeply embedded within the tissue of the intestinal mucosa. They have ability to maintain parasitic life. هنا الصفة المميزة بالسترونجلويدز، أما تختار حسب الانفايرومنت، حسب البرجر اللي صار عليها، حسب الحرارة، أما حتكمل parasitic life cycle أو free living cycle. The parasitic generation consists only from parthenogenetic female. عندي الباراسيتيك فقط تحتوي على الفيميل، فقط تحتوي على الفيميل. The free living generation consists of both male and female. إذا السترونجلويد الصفات المهمة، الاسم الكومن نيم مالتها نسميها الثريد وورم، موجودة بالسمول انتستين، أيضا الديودينام والجوجينام، زين، والسمولست هيومن نيماتود. الصفة المميزة أما تعيش تختار يعني اللايف سايكل مالتها تكمل هي باراسيتيك لايف سايكل أو لا، حتكون تكون تعيش بي فري ليفينج سايكل. بالنسبة للباراسيتيك سايكل فقط موجودة بيها الفيميل، لكن ذا فري ليفينج جينيريشن كونسيست بوث ميل والفيميل. هاي الصفات المهمة مال سترونجلويدز ستيروكورالز. نعم الباراسيتيك سايكل يعني هنا قصدك انه بس الفيميل سوى انفكشن اللي هومان لو شلون؟ اي بس الفيميل يعني تكمل، يعني انت هنا هسه احكي لك اللايف سايكل، من حتفوت والفلاري فورم لارفا ويصير بيها مولتنج حتبقى بس الفيميل، فصفه مميزه هاي هي تختار اللايف سايكل مالتها حسب الانفايرومنت، حسب البرجر، حسب الهيوميديتي، هي تكمل اما هاي او الباراسيتيك لايف سايكل. تمام دكتور، واضح. هاي صفة هي مميزة بها تختلف عن الباقين، يعني هاي الوحيدة اللي بيها two life cycle أما parasitic أو ال free living cycle. زين هاي هنا life cycle شوية مالتها تختلف عن ذولاك، شوية بها تعقيد. زين هنا نشوف how can the human get the infection, infective filari form larva penetrate the skin, initiation the infection. هاي هنا filari form larva هاي رقم 6. أوكي penetrate the skin. وراها وين تروح ذا فيلاري فورم لارفا؟ Enter the circulatory مثل ما حكينا البلاد ستريم والليمفاتيك سيستم ار ترانسبورت تو ذا لانج. ايضا راحت لللانج، وطبعا مثل ما قلنا من فوت باللانج حسب بالبينيومينايتس وايضا حسب باللوفلار سيندروم. زين transport to the lung and penetrate the alveolar spaces, they are carried to the trachea والفارينكس وايضا بعدين ترجع مره ثانيه to small intestine. هاي هنا أنا. زين adult female هنا في اللاريفوم لارفخ راحت الى اماكن متعدده، بعدين صار بها مولتنج وتحولت الى الادلت فيميل. الادلت فيميل وين موجوده؟ بالسمول انتستين. تنطيني الايج، هاي هنا الايج مالتها رقم 9. شوفوا هاي التسلسل يفيدكم بانتقروا بالامتحان العملي او النظري، قلت لكم حتى بالنظري يفيدكم لان تعرفون وين تروح مكاناتها، فتقدر مثلا اذا تنسى تعتمد على اللايف سايكل انه راحت هنا راحت هنا. الصوره تفيدك مرات تنطبع بالمخ انه المكانات تفوت بيها والتاثير. زين فهنا نشوف انطتني هنا بس الفيميل، هاي طلاب الفيميل، الفيميل انطتني الاكس deposit in the intestinal mucosa hatch and migrate to the lumen. زين هاي الايج رقم 9، بعدين الايج شتنطيني هاتشنج وش حتنطيني بيه الدياجنوستيك اللي هنا ربدتي فورم لارفا. اذا هناك شنو قلنا استيستوما والنكتر اثنيناتهم شنو الدياجنوستيك كان؟ الايج. هنا لا، هنا ربدتي فورم لارفا، هنا الربدتي فورم لارفا، هذا الاختلاف مهم. هنا الدياجنوستيك هو الربدتي فورم لارفا، هاي عندي الربدتي فورم لارفا. هسه هنا الربدتي فورم لارفا اوكي، اما حتكمل ديفلوبمنت انتو في اللاري فورم لارفا
وايضا ترجع تصيب الهيومن اوكي او لا حتكمل هنا الميل والفيميل وترجع للفري ليفينج. هاي صفه التحول. اما تتحول الى من الرابداتي فورم تحولت الى الفلاري فورم لارفا ورجعت انفكت هيومن او عندي هنا صفه هسه احكي لكم عليها بس اذكر احكي لكم بشكل عام اللايف سايكل على مود لا تخربطون. او تتحول الى الميل والفيميل والفري ليفينج، لان قلنا الفري ليفينج تحتوي على الميل والفيميل اوكي. أعيد اللايف سايكل مالتها هنا أنا how come the human get the infection بالفلاري فورم لارفا. فلاري فورم لارفا دخلت الجسم الإنسان بعدين عن طريق الليمفاتيك سيستم عن طريق البلد سيركوليشن وين تروح؟ تروح للإنتستين حتتحول إلى الفلاري فورم. العفو هي أصلا فلاري فورم حتتحول إلى الأدلت. الأدلت شنو؟ فقط الفيميل، فقط الفيميل. هنا الباراسيتيك لايف فقط الفيميل. شن طيني؟ تنطيني الايج. الايج وين تروح؟ تطلع طبعا قسم تطلع ويا الفيسس بس كمية قليلة، بس بشكل عام هي حيصير بها هاتشنج حتنطيني شنو؟ رابداتي فور لارفا. لهذا الايج نادرا ما نلقاه بالستول او نعتمد عليه بالدياجنوستس، يعني اول ما يشوفون اللارفا بالستول هذا المن يقولون؟ يقولون لي السترونجولويدز. رابداتي فورم لارفا in the intestine are excreted in the stool. هسه من طلعت بالستول هي حتختار اما تتحول للميل مولتينج، تحول ميل وفيميل وتصير فري ليفينج وايضا تنطيني الايج ورابداتي فورم لارفا وتعيد اللايف سايكل، او لا تتحول راسا الى الفيلاري فورم لارفا وانفكتد ذا هيومن. اذا هاي اللايف سايكل مالتها. عندنا صفه مميزه الها هي الاوتو انفكشن. ايضا اذا عندنا هسه ثاني بور يصير بها الاوتو انفكشن اللي هي الانتروبيس فيرميكولاريس والسترونجيلويدز. هاي ثاني وحده شو يصير بها؟ الاوتو انفكشن. الاوتو انفكشن رابداتي فورم لارفا ان لارج انتستين بيكم فيلاري فورم، راسا تتحول الى فيلاري فورم لارفا بنتريت انتستينال ميكوسا اور بير انال سكين اند فولو نورمال انفكتيف سايكل. اذا الاوتو انفكشن من نقول من اللي يصيبهم اوتو انفكشن؟ عندي اثنين سترونجيلويد ستيروكوراليس وايضا الانتروبيس فيرميكولاريس. اثنينات شو يصير بيها؟ يصير بيها الاوتو انفكشن. شنو اوتو انفكشن؟ هي رابداتي فورم لارفا راسا تتحول الى الفيلاري فورم لارفا وتكمل الدوره بجسم الانسان، يعني ما تحتاج تطلع الى خارج جسم الانسان. هاي شو وقت تصير عندي هاي الحاله؟ من يصير عندي هايبر انفكشن. من يصير عندي هايبر انفكشن فهاي تتحول الى هيك شيء طريقه من الاصابه. طلاب افتهمتوا اللايف سايكل؟ عندكم سؤال عليها؟ واضح دكتور، شكرا. هاي هنا ملخص التفوت. هنا الار اتش اللي هي رابداتي فورم لارفا في اللاري فورم لارفا الادلت والايج وورم نوت تو سكيل اوكي. هاي هنا شلون تدخل بالجسم وايضا اول ما دخلت هم سببت لي الكراوند اتش وسببت لي الالرجيك من تفوت بالسكين وبعدين تكمل اللايف سايكل مالتها. المورفولوجي مالتها مال الايج شيب تكون اوفال كلير ثين شيلد. هاي ايضا شوفوا هنا ثين شيلد سيميلر تو هوك ورم بات ار سمولر، تشابه ويا الهوك ورم لكن تكون اصغر. ايج ار ليد ان ذا ميكوسا هاتش انتو ذا رابداتي فورم لارفا ذات منتريت ذا جلاندولار ابيثيليوم اند باس انتو ذا لومن اوف ذا انتستين اند اوت اوف ذا فيسز. Egg are seldom seen in the stool. ليش إذا ليش ال eggs are seldom؟ لأن دائما هي ال egg يصير فيها hatching وحتنطيني ال رابداتي فورم لارفا. أول شيء رابداتي فورم وبعدين الفيلاري فورم وتكمل دائما بالأوتو انفكشن أو تخرج ويا الفيسز الرابداتي فورم وبعدين أيضا تتحول أما فيلاري فورم ترجع تصيب الإنسان أو تتحول إلى الرابداتي فورم يصير بها مولتينج تتحول إلى الميل والفيميل الفري ليفينج. فإذا هاي صفات الإيج مالتها تشبه الأستولستوما والنيكتال لكن صفتها أنه هي تكون أصغر. هاي هنا طلاب هنا رابداتي فورم لارفا تقريبا كلها تشابه. احنا هناك حكينا ايضا الاستوما والنيكتر تحتوي على الرابداتي فورم لارفا هي شنو. هنا عندي دايجنوستيك ستيج ابير ان ستول وذن فور ويك لكن هناك ما تعتبر كدايجنوستيك، يعني بالاستوما هاي ركزوا بها الاستوما والنيكتر تعتمد كدايجنوستيك هنا لا. هنا قلت لكم الاسوفيجاس بالب، هاي شوفوا هنا الاسوفيجاس شلون يكون منتفخ، بالب يشبه البصلايه يكون منتفخ. إذا هاي رابداتي فورم لارفا هو الانفكتيف سوري هو الدياجنوستيك ستيج. شورت بيوكال كافيتي هاي باو شورت بيوكال كافيتي appear in stool within 4 weeks of the infection. زين
الفيلاريفورم لارفا مالتها شنو الصفه المميزه لها؟ هاي شوفوها طلاب مميزه هنا البوستيريور بارت مالتها او النهايات تكون with notched tail. Notched تكون مثل مكسور هنا notched tail. Notched tail. طب annual effective stage اذا عندي رابدتي فورم هنا ليش حكينا عليها تفاصيل اكثر لان هي اللايف سايكل مالتها معتمده عليها اكثر. الربدتي فورم لارفا والفلاري فورم لارفا. الربدتي فورم قلنا شنو صفتها؟ الاسوفاجس بالب وتكون قصيره وهنا تكون لا تيل مالتها يحتوي على نوتش تيل وهنا شنو افكتيف ستيج ديتشي دايجنوستيك ستيج. زين ايضا هاي هنا رسم توضيحي ميزنا بين الفلاري فورم تكون اطول طبعا لانه هي اول شيء ربدتي فورم وبعدين تتحول الى الربدتي فورم الفلاري فورم لارفا. زين هذا هنا نشوف الاسوفاجس مالتها هنا بالب بقى هاي هنا خلي الهوكورم سترونجولوز هنا تيشابهون يعني ما نقدر نميز بين الربدتي فورم والفلاري فورم لارفا مال الهوكورم سترونجولوز وهنا ايضا الفلاري فورم اثنيناتهم متشابهه. المورفولوجي الادلت مالتها سواء الباراسيتيك او الفري ليفنج عندي بس فقط نقطه الفري تكون اصغر الباراسيتيك تكون الميل طبعا ماكو ما عدا هنا فقط عندي الفري ليفنج زين الباراسيتيك فيميل شوف هنا انا باع الفرق الباراسيتيك فيميل والفري ليفنج هاي هنا عندي الفري ليفنج وعندي هنا الباراسيتيك فيميل هنا نشوف التركيب مالتها هنا الانتستين هنا الاسوفاجس مالتها الامامي البوز الانتيريور اند وهنا تحتوي على الاسوفاجس هنا الانياس هنا الاوفا الاكس شوفوا الاكس شلون تكون واضحه بالتركيب طبعا هذا رسم توضيحي وايضا هنا تكون عندي الفري ليفنج نشوفها شلون تكون قصيره الفري ليفنج هاي ايضا هنا الادلت والادلت ورم بالكروس سكشن بايوبسي سكشن اوف ادلت ورم ان جاستريك بايوبسي اوكي هاي هنا نشوف هالهنا الفلاري فورم واضحه هاي هنا نشوف الفرق بين هاي هنا نخليها بالنجمات سينثباستيك فيميل ليف ان ذا سوبرفيشال تيشو اوف ذا سمول انتستين اند كان بي بريزنت ان هاي نمبر ذي كان كوز سيجنيفيكانت باثولوجي اوكي هسه اخر شيء حنحكي عليه الكلينيكال اسبيكت اذا هنا حكينا على الاشياء المهمه طلاب اللي قلنا عليها باللايف سايكل اهم شيء حكينا بالسترونجولويد ستيروكوراليس قلنا على الاشياء المهمه شنو قلنا الاشياء المهمه بيها اللايف سايكل مالتها تكون اما باراسيتيك او الفري ليفنج اوكي هي تختار تكمل الفري ليفنج اور الباراسيتيك لايف الباراسيتيك لايف تحتوي فقط على الفيميل الثانيه الفري ليفنج تحتوي على بوث ميل والفيميل الهيومن كذا انفكشن الفلاري فورم بنتريت ذا سكن وايضا باللمفاتيك وتروح لي الصفه المميزه باللايف سايكل الاوتو انفكشن الصفه المميزه اذا صفتين عندي مميزه الاوتو انفكشن والباراسيتيك لايف او الفري ليفنج هاي الصفات المميزه مالتها الدياجنوستس عن طريق شنو؟ الربدتي فورم لارفا مو عن طريق الايج الربدتي فورم لارفا هسه هنا الكلينيكال اسبكت خلي بس يمكن اخلي لكم الغياب الواقع مالت الحضور هسه بس خلي اشوفها زين هسه بس حطيت لكم ورقة الغياب على مود الاتندنس مالتكم على مود نكمل المختبر حخلي لكم 10 دقائق الورقة وأسد الريسبونس
due to skin penetration اللي هي الجراوند اتش او عندي ايضا بولمينري سمبتوم مثل ما قلنا انكلودنج لوفلر سنترم كان اكر ديورينج بولمينري ميجريشن اوف ذا فيلاري فورم لارفا. ولان اي مكان حتفوت بيه مثل ما قلنا نقدر نحفظ انه هي مثلا من فاتت بالسكن سوت لي الجراوند اتش او الحكه او الالرجي بعدين بالبولمينري سببت لي لوفلر سيندروم بعدين تروح للجاسترو انتستينال ايضا حسبب لي ابدومينال بين فوميتينج نوزيا كرامبينج ديستربنس دياريا ووتري دياريا ويت لوز مال ابزوربشن. ومثل ما قلنا اللارفا ماجريشن ايضا حسبب لي درماتولوجيكال مانيفيستاشن انكلود ارتيكاريا راش ان ذا بوتوك اند ويست اريا لارفا ماجريشن. اوتو انفكشن هنا وذن هيومن قد تسبب خصوصا بالمرضى اللي عندهم الاوتو او الاميون ديفيشنسي الاتش اي في هنا ايش حسبب لي؟ حسبب لي ديسمينيتد تو ذا ديفرنت بارت اوف ذا بادي وقد تكون فيتال. ذيس سندروم از بوتنشال فيتال للهيومن سبيشلي قلنا وين باللي عندهم نقص بالمناعه. إذا أي مكان حتفوت بيه حتسبب لي إصابة الجراوند اتش من صابت بالسكن بعدين راحت لللنج سببت لي شنو؟ سببت لي سببت لي اللوفلر سيندروم بعدين بالجاسترو انتستينال سببت لي الكرامبينج الفوميتينج الدياريا وأيضا إذا أوتو انفكشن وخصوصا عندي في مرحلة الهايبر انفكشن شو تسبب لي هنا؟ تسبب لي الإصابة تكون مالتها قوية وديسمينيشن وقد تكون مميتة. هاي هنا الجراوند اتش أول ما تفوت وهنا عندي كروس سكشن من ياخذون أيضا من السكن حتطلع لي شنو الربديتي فورم لارفا. طبعا شنو ليش هي أول ما فاتت الربديتي فورم لارفا بقت بالسكن وبعدين راحت للبلاد سيركوليشن ودخلت بالدورة الدموية. فهنا شنو عندي هنا بالسكن الجراوند اتش شلون دخولها وسببت لي الرجي وبعدين هنا كروس سكشن بيها. زين اللابريتوري دايجنوستس بس طلاب وصلتكم الورقه لو بعتها؟ نعم دكتوره وصلت. اخوش لعد اوكي اعطيكم 10 دقائق على مود بس هذا اللابريتوري دايجنوستس مالتها هنا أنا عندي دايركت ستول سمير اللي هي اللارفا مثل ما تعرفون قلنا حنشوف اللارفا مو الايك. الكالتيفيشن ايضا هاردي موري تكنيك هو عباره من اسم العالم اجى نخليه ستريب بووتر بتست تيوب ووتر ونخليه لظروف معينه درجه حراره على مود عندي الاكس يصير فيها هاتشنج وتنطيني ربدتي فورم لارفا. هيستولوجيكال اكزامينيشن اوف ديودينال اور جوجينال بايوبسي سبيسيمن اوبتين باي اندوسكوبي كان ديمونستريت ادلت. ايضا هسه روينا لكم صوره الكروس سكشن. واخر شيء عندي الايزونوفيليا اللي هي قلنا بشكل عام للورم والباراسايتيك باراسايتيك انفكشن. كلش الايزونوفيليا مهمه لان هي اول وحده من الوسائل الدفاعيه مثل ما اخذتوها بالمناعه. فور بوبوليشن سكرينينج نستخدم الاليزا فور اي جي جي هاي في المناطق او عندك بحث ريفرنس بحث فمكانات بيها تكون انديميك هاي نستخدم الاي جي جي بس هو مو موجود يعني مو كروتين يستخدموه. الروتين هو احنا هنا عندنا الستول اكزامينيشن اذا عندك انت بحث او مناطق انديميك تروح تريد تسوي فيد ريسيرش او فيد تسوي هاي شو اسمه زين. سترونجولوز ايضا هنا لابيتالي دايجنوستس ملخصه لكم اياها. Blood examination, non-peripheral, eosinophilia, red serum, IgE. طبعاً الـ IgE level كلش إلى علاقة بالparasitic infection. زين. Radiological نادراً ما يعني يستخدمون. Serology مثل ما قلنا يستخدمون ELISA فقط عندي في مناطق اللي تكون بها الإصابة عالية. وأيضاً عندي الـ يعني reference only يستخدموها بالبحوث. Stool culture مثل ما حكينا عليه اللي هو هارد مور تكنيك. وايضا هنا نستخدم الميكروسكوبي اللي هو راسا اللارفا حنشوفها مرات. طبعا اللارفا طلاب نشوفها بالسبيوتم مثل اسكارس مو قلنا اللارفا شفناها بالسبيوتم هنا همينا ديمونستريشن اوف ذا لارفا ان ذا سبيوتم. اوكي تمام دكتور. وبالنسبة للتريتمنت هم نفس الشيء البندازول وإفيمرتسين اللي هو بشكل عام وتايبو بنديزول اللي هي كلها تستخدم نفسها للباراسيتيك انفكشن. هاي طلاب اليوم مختبرنا إن شاء الله وصلتكم الفكرة حكينا بي على
الانستلستوما اللي هي قلنا انستلستوما والنيكتر اللي هي شو نسميها الهوك وورم، ونفس الشيء حكينا ايضا على السترنجيلويدز ستيروكارلس ستيروكارلس، كل واحده حكينا الصفات المميزه بيها. اتمنى وصلت لكم الفكره، وعندكم اي سؤال طلاب اي شيء ما فهمتوه دكتوره؟ نعم السيرولوجي ميثود هنا انا سبيسيفيك مو صحيح يعني مو كلش سبيسيفيك. اي صح، بس طبعا هو هسه انت كل ما دا يتقدم العلم دا تشوف يعني انه شلون دا تصير سبيسيفيك الها يعني الانتيبودي غير يعني اجينست مثلا الباراسايت، لان انا يعني ما يصير سبيسيفيك. لا ليش يصير سبيسيفيك؟ يعني ليش انت تاخذ من عندها من الاوتر هم شنو يعني سبيسيفيك؟ يعني انه مثلا من ياخذون الانتيجي من حياخذوه؟ حياخذوه من الورم، يعني ياخذون مثلا من الـ الغلاف الخارجي مالتها، يعني مثلا من السكن، او هي طبعا مو تحتوي على سكن، على سبيكيول، على تركيب معين بيها يكون مميز لها يعني. فهذا ياخذون جزء من عنده وبطرق معينه يعتبر يعني ياخذوه ويسوي له بيوريفيكيشن، فهذا حيعتبر الانتيجين العفو، فهذا انتيجين سبيسيفيك حيصير. دكتورة جن سؤال الأخ، أنت قلت إنه إحنا عندنا الرابط فورم والفيلار فورم من أجرى الميز بيناتهم، مو صحيح؟ نعم. جن هنا قلنا الدياجنوستيك الستيج بالستول إنه نشوف الفيلار فورم. نعم. وبالهوك فورم قلنا إنه نشوف الرابط فورم. لا أنت أنت بالهوك فورم حتشوف الإيج. هسا أرجع لك في اللايف سايكل. لا دكتورة عادي، يعني اللي قصد احنا مو قلنا انه المميزة مع الهوك وورم انه نشوف الرابط فورم بالستول، لو انا متوهم لا ابا انت عندك الهوك وورم الصفة المميزة مالتها الايك، اوكي شفت الايك بالستول، الايك تطلع بالستول بعدين يصير بيها هاتشينج، حصير عندك في اللاري فورم العفو رابداتي فورم لارفا، بعدين تتغذى بهالمرحلة يصير بيها مولتينج الى ان توقف تتحول الى في اللاري فورم لارفا وتصير انفكشن للهيومن. خوش حكي هذا بالنسبه للهوك وورم. سترونجيلويدز لا، السترونجيلويدز شنو عندك اللي حيطلع هنا؟ حيطلع الرابدتي فورم، الايج موجوده، هي الفيميل موجوده بجسم الانسان تنطينه الايج يصير بها هاتشنج وتطلع لي. نادرا ما تلقي، هسه ارجع حتى عن المختبر، نادرا ما تلقي الاكس بالستول، نادرا ما تلقي الاكس، اكثر شيء حتطلع لك الربدتي فورم لارفا وين؟ بالستول. من تطلع بالستول الربدتي فورم لارفا، اما يصير بها مولتنج وتتحول في اللاري فورم وترجع تصيب الانسان، او يصير بها مولتنج وتتحول الى الميل، طبعا في اللاري فورم وميل، يعني تتحول الى في اللاري فورم وثم ترجع يصير بها مولتنج تتحول ميل وفيميل وفري ليفنج. تمام دكتوره واضح، شكرا. ان شاء الله. نعم دكتور، بلاي زحمه السؤال. نعم صار، بس المولتينج شنو مع يعني شنو هاي كلمه المولتينج؟ يعني شنو يعني تنسلخ؟ يعني مثل التحول هاي. عافيه. بالضبط يعني شلون اليرقه عندك من تنسلخ تصير فراشه؟ بالضبط، يصير بها انسلاخات متعدده، لان هي مو ما يصير بها ديفيجن، يعني هي مو انقسام مثل ما اخذناه بيك المختبرات يصير بها مثلا باينري فيجن وما ادري شنو، لا انسلاخات وفتره مثلا تتوقف عن التغذيه، هي من ربده فورم لارفا تقدر تاكل، يصير فيدينج بسرعه، لكن على مو تنمو بعدين يوقف، بعدين يصير بها مولتنج، يعني الغلاف الخارجي يتغير، يعني ماكو يعني تنسلخ الغلاف الخارجي على مود يتغير الى غير غلاف خارجي. لهذا مثل ما قال زميلك، يعني هو الفيلاري فورم والربدتي فورم كل وحده لها مميزه نقدر نستخدمها از انتيجين بالإلايزا كيت، يعني السلاخات تصير متعدده على مود تتطور. تمام دكتور، مشكور. اهلا بك. طلاب اذا اكو احد ما لحق يكتب اسمه انا حوقفه لهذا، فاذا عندكم انتم اي ما حد لحق يكتب اسمه. دكتوره اللي سجل حضور يقدر يطلع؟ اي ها هي اي خلصنا اليوم المختبر بس.